انت تمام؟ خايف ولا ايه؟ تمام. اسمعوني يا جماعة، انا اعرف اكتر منكم بكتير عن الانقراض، وخلوني اقول لكم، مع اني شايف ان الموضوع واضح وباين للكل، انتوا في طريقكم للانقراض، وانكم تختاروا الانقراض بنفسكم، فدي اغرب حاجة سمعتها على مدار 70 مليون سنة. يعني احنا انقرضنا بسبب نيزك، لكن انتوا عذركم ايه؟ انتوا رايحين ناحية كارثة مناخية، ومع كده دولكم بتصرف مئات المليارات من الاموال العامة كل سنة على دعم الوقود والبترول والغاز والفحم. تخيلوا لو احنا كنا بنصرف مئات المليارات كل سنة على دعم النيازك مثلا. ده بالظبط اللي بتعملوه دلوقتي. فكروا في كل اللي ممكن تعملوه بالفلوس دي. في ناس كتير عايشة في فقر في كل انحاء العالم، مش شايفين ان منطقي اكتر استثمار الفلوس دي في مساعدة الفقراء بدل ما بتستخدموها في انكم تقضوا على نفسكم؟ ولو عايزين الحقيقة، انتوا النهاردة قدامكم فرصة كبيرة، وانتوا بتعيدوا بناء اقتصاداتكم عشان تتعافوا من وباء كوفيد-19. دي اكبر فرصة للبشرية. تحبوا اقول لكم فكرة عجيبة؟ ما تختاروش الانقراض، انقذوا البشرية قبل فوات الاوان. ولازم تتعلموا تبطلوا تخلقوا اعذار، وتبدأوا تغيروا فوراً. شكراً.